غير كيما برد الحال، كنا نستناو فيه يجي في شهر سبتمبر، راه غير كيما لحق لا غريب لحقت، واكدنا باللي لا غريب راه يدير حتى 650 الف وفاه في العالم، راه يدير اكثر من 4 ملايين اوسبيتاليزاسيون في الاستعجالات. ماهيش مرض اللي نقولوا ماشي خطير، ماشي خطير بالنسبة لواحد جون صحة تاعو لاباس يقدر يقاوم، هذا ما نتكلمولوش على لاغريب اليوم، ولكن احنا بالنسبة للفئة الهشة اللي انسيستينا عليها اليوم على الناس اللي عندها فوق 60 سنة، ولكن الجزائري كي تقولوا فوق 60 سنة نسينا باللي الناس اللي عندها الأمراض المزمنة المزمنة كما لو ديابيت، اللي عنده مرض القلب، اللي عنده مرض لامارادي ريسبيراتوار، لامارادي رينال، النساء الحوامل تاني، هادو ما كيتعرضوا للفيروس تاع لاغريب راح يديروا دي فورم غراف. دونك هادو ما نستناوش 60 سنه ولا 65 سنه، كي يكون ديابيتيك في عمره 20 سنه يدير له فاكسان، كي يكون ناسماتيك في عمره 25 سنه يدير له فاكسان، باسكو لو كان نروحوا دركا في هذا الوقت ما بين ديسمبر وجونفي فيفري مارس افريل ونروحوا لي سوا انتونسيف لا ريانيماسيون نلقاوهم لي توسبيتاليزاو بور لي زانفيكسيون بولمونير اللي يقدروا ياثروا على القلب، شفناها اللي يقدروا ياثروا على بزاف الاعضاء، نلقاو الاغلبيه منهم يقول لك ما لقحناش ضد لو فاكسان تي غريبال. دونك هذه والناس ثانيه كاين خلط، كي يقولوا فاكسان ولا لقاح رانا نتكلموا على الوقايه، ماشي لازم تستنى يجيك اعراض وتروح دير لقاح، كي يجيك اعراض ما كان لها دير لقاح، كي دير لقاح وعندك اعراض تقدر دير اون فورم غراف، ولهذا نطلبوا نعاودوا لهذه الفئه هذه باش الحمد لله اللقاح راه موجود، واللقاح الدور الاساسي تاعو هي كما تكلمت على الوقايه، معناها تخلي الجسم تاعك مهيئ كي يجي له فيروس يكون مهيئ باش يتاكي له فيروس. دونك نعاودوا نطلبوا جوغيتيغ مون ابيل بالنسبه لهذه الفئه باش تروح تلقح كونتر لو فيروس لاغريب.